6/1/2013. طبعا ضمن جولتنا اخي بحي باب هود حبينا نعمل جوله تفقديه هيك على احياء باب هود كامله. حبينا نشوف المرابطين على الجبهه، جبهه باب هود طبعا بنعرفها هي جبهه يعني تقريبا بدك تقول يعني محايده للجيش، هي اخطر جبهه تقريبا بحمص، المحاذيه للجيش، محاذيه يعني للجيش، بيننا وبين الجيش ما في حيط. هلا بنفوت بنشوف اخي، بنشوف الشباب المرابطه جوا، بنشوف هممهم، هممهم العالي، بنشوف انهم حتى داخل الحصار، داخل الحصار تقريبا لنا 8 شهور مرابطين تحت القصف. تلاقي ابتسام هون يعني تعطيك الامل، تعطينا الامل نحن. الله يعطيكم العافيه. والله حبينا نعمل هيك جوله هيك عندكم بالنقطه، بس بالبدايه هيك بس تعرفونا عن حالكم شباب الكاميرا، احنا اعتقد غنيين عن التعريف يعني. السلام عليكم، نحن لواء الفاروق كتيب شهيد عبد الله عباس هون بحمص باب هود جبهه باب هود. هاي الشباب عناصر جديده هيك، بس نشوف هيك هيك نظره خفيفه عندكم هون بالنقطه. تفضل شو مرابطين انتم؟ هاي اخي المعلم جاي، تفضل هون بخير. هاي اخي المعلم جاي الحمد لله، هاي مقبول. هاي البناء المقابلنا هذا في جيش؟ هذا فاصل بينه وبين الجيش. هاي البنايات محروقة ما بنعرف فيها لا جيش ولا غيره. هاي الحركة مالها جاي هون. هذا مشان التسلل، هاي مشان التسلل من فوق، هذا هون الشارع فوق منه، هون ثلاث جيش، هذا هون تفضل. ما دخل الامر النهاية. لا هذا شيء من كثير هذا اخي. يوميا بينزل هيك. شايف هون ثلاث جيش، شايف هون قصف صواريخ هاوي 14 نص جميع. هذا الرش اللي على الحيط هذا هيك، هذا هيك اخي من هون، من هون هيك للجيش. هاي النقطة هاي هون مثلا شايف حرسنا هون بتواجه هون. تفضل افرجيك هون، تفضل. ولا شغله انه هاي العمال اللي بتدخلها هاي البيوت كلها اثريه. انت تشوف اخي تاخذ نظره بس بعد ما تخرب على شايف هاي البيوت اخي اللي جوا، هاي المهدمه بالهاوي والمهدمه بالصواريخ، هاي كلها اثريه. هاي يعني باب هود بشكل عام، بشكل عام اي حجره فيها يعني اي حجره الى ثمنها اثريه. بتقول هاي البيوت عمرها اكثر من 100 سنه، يعني ما صممت مثل هذا القصف ولا مثل ما انا شايف. بيوت قديمه عربيه كلها هاي البيوت كلها يعني بدك تقول اذا طلق ما شلون نازل شلون طلقه بارودي ما كل كيف لك ان هاي الصواريخ اللي عماله تنزل. تفضل هون هذا كان الحمد، هذا اللي فاصل بينه وبين الجيش. هون وجهك هيك الاصابات الاسديه مفركزه وجهه مثل ما انا شايف. هاي البيوت كلها بيوت اثريه، كلها حجر اسود. تخيل انه هيك مكشوفين شوي. تفضل. هاي البيوت اللي شايفها انت، انا عم بحكي لك اثريه، هاي كلها هذا حجر ازرق، هذا اثري هذا الحجر. شو الهمة عندك؟ الحمد لله تمام، تمام الحمد لله.